الله يسامحكم كيف خليتونا نشتغل جليسين أطفال بآخر الزمان. يلا رح نطلع من هون. سلام يا كارا، أركان أخذ الصغير، ألف مبروك. بس شغلنا لسه ما خلص. رجالنا ماتوا بالاقتحام، معناتها لازم ننسحب. قدروا ياخذوا رهاب وانقذت حفيدي كمان، وهلا شو رح تعمل يا ابو يرز؟ كارا خليتني اعرف منك. بس هيتك خطيرت يا كارا، في شي نسيانه، حفاضة حفيدك كلها
مهشية بالمتفجرات. يلا جيبوا لي رهف وخلوني روح. ما تنهي حظوظك بالحياة يا أبو إرز. خلي الجهاز يكون طوق نجاة حياتك. اترك اللي بإيدك واطلع من هون. رح أخذ البنت هلأ ولا بعدين يا عبد الحي؟ معلم خلينا نروح. أركان اسمعني يا أركان، الولد مفخخ عم تفهمني؟ ايه ماشي ما تقلق خلاص. أركان كان شو الوضع؟ قلي لي شوف شفت العبوة؟ ضمن عم حاول قيمة عن جسمه. هات عطيني يا زلمة. ما رح يشوف كارا حفيده بلغي. خليه يفهم شو معنات انه يلعب معي. أركان جاوبني شو الوضع؟ أركان؟ القنبلة بلشت تشتغل. أركان ما رح اترك لحالك. الله يرحمنا. Kara, 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 Kara,
سيدي. أركان Moiras.